تحية طيبة لكل متابعينا ومتابعي الفرات والفرات داركم وين بتكونون، احييكم باجمل تحية وارحب بكم بحلقة جديدة، اكيد مواضيع مهمة بانتظاركم خلال الدقائق القادمة. اليوم موضوعنا جدا مهم، قد نستخف بهذه الامور وبعض الاحيان نقول انه احنا ليش بنتطور حالنا حال باقي بلدان العالم. احنا بتطور مستمر لكن نحتاج الى عملية توعية وتثقيف للمواطن العراقي. راح تقول عامله شنو الموضوع، على شنو تحكين؟ اكيد راح ادخل بتفاصيل الموضوع لكن بعد ما اخذ فاصل قصير وارجع لكم، خليكم وياي. إذن بعد ما شاهدنا هذا الفصل القصير أكيد من بغداد الحبيبة، نرجع إياكم بأهم فقرة من فقرات برنامج الفرات داركم اللي هي فقرة الترند. افرح، تونس، شو تريد تسوي سوي، لكن مو بموضوع الاستهتار يوصل، بمعنى أنه أنت اليوم روحك عزيزة، لا تخلي هذا الأمور تزيد، كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. خلينا نتابع هذا الموضوع بعد أكيد نرجع وياكم نقرأ أبرز التعليقات بخصوص هذا الموضوع، خليكم ويانا. حلو هالمظهر؟ اكيد مو حلو. يخبل؟ شلون يخبل؟ يعني ممكن ان انت اليوم تنصاب بحادث معين وبعدين تندهس، راح يكون من الصوج، الصوج ابو السياره مو صوج الاخ اللي كان فرحان بالعرس. بالتالي افرح ولكن قد تكون هيئه الفرح والعرس يعني مخالفه تماما لعاداتنا وتقاليدنا ولمظهر الشارع. افرح باللي يليق بمظهر الشارع، افرح بما يليق اليوم بالمجتمع وعاداتنا وتقاليدنا. فؤاد خالد يقول الله ستره، لو صاير الحادث بطريق بسيارات تمشي كان صار ضحيه لهذا الاندفاع والتهور وكان انقلب العرس الى مشكله كبيره، وكثير من الاعراس انقلبت الى كثير من الفواتح بسبب هذا الاستهتار الزايد البعض من شبابنا. التعليق الاخر، هند ناهي تقول ما اعرف اهل الشاب وين، شلون يسمحون بأن يشوفون ابنهم يحتفل بهالطريقة المتهورة؟ أنا بتوقعي يعني كوني أم أنا اليوم ما أقبل، لكن أنت اليوم شلون تقنع الشاب بأنه يفرح بطريقة صحيحة؟ يصير عندهم فد اندفاع مو طبيعي، وبالتالي هذا الاندفاع والتهور اللي يصير عند الشباب ما تقدر تسيطر عليه إلا من خلال عملية التثقيف، وهذا واجبنا اليوم، واجب المدارس والجامعات. وبالتالي هذا الموضوع اللي اخذناه لهذا اليوم بموضوع الترند اللي هو انت ممكن تحتفل لكن احتفل وافرح بالشيء اللي يتناسب مع الوضع او يتماشى مع وضع الشارع. بموضوع التثقيف اليوم مهم جدا انه انت اليوم تتثقف بموضوع عملية الدفع الالكتروني. يعني انت اليوم اول ما تطلع من العراق تروح تركيا، تروح لإيران، تروح لأوروبا، وبالتالي عملية الدفع عند التسوق بعملية الدفع الإلكتروني، حتى في موضوع البنزينخانة أو تعبئة الوقود اللي هي بعض الأحيان يعني أكو ناس فرحانة بهذا الشيء وأكو بعض الأشخاص لا منزعجة. يعني ما أتطرق لها، يعني أكو خصوصية بهذا الموضوع. يعني أشكر وزارة يعني النفط كانت متعاونة جدا بخصوص هذا الموضوع، وكان لها صدى انه خلينا نحكيها بلهجتنا، كانت كلش فرحانة بانه احنا ناخذ هيجي موضوع مهم جدا بعملية الدفع من خلال البطاقة
داخل البنزينخانة أو لتعبئة الوقود. أنتقل ويا زميلي علي سعد من إحدى المحطات، محطة تعبئة الوقود في بغداد، حياك الله يا علي. حياك الله أمنة، حياكم الله أعزائي المشاهدين، كل متابعي برنامج الفرات داركم. اليوم ناخذكم بجولة جميلة جدا، وكما نوهنا بالبداية اليوم موضوعنا عن الدفع الإلكتروني. اليوم الدفع الإلكتروني هو الشغل الشاغل لكل المجتمع العراقي، بحيث البعض ما متضحى إلى الصورة، حيث التعامل، حيث من الممكن راح يلقى مثلا يدخل البنزين خانة راح يلقى مثلا عامل أو لا، كيف الآلية، وبالتالي شنو اللي راح يضيف بصورة عامة إلى المجتمع العراقي، وكذلك ايضا نشر ثقافه الدفع الالكتروني. اليوم مواكبه التطور مهمه جدا تكون في سبيل نكون مع الدول المتقدمه، في سبيل انه احنا تعاملنا يصير الكتروني، الحياه بدها تتطور، الحياه بدها تتقدم، فلازم انه احنا نكون مواكبه هذا التطور. صح انه متاخرين بهذا المجال، لكن ان تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي. اليوم نتحدث بصوره اكبر، وينضم لنا اكيد بالحديث مهندس ضياء، راح يحدثنا مهندس سمير، عفوا، حياك الله، نورتنا. حياك الله، اهلا وسهلا. يعني بالبدايه موضوع الدفع الالكتروني موضوع مهم جدا، في سبيل انه الناس ما عندهم معرفه به. اليوم شلون نعرف الناس على الدفع الالكتروني؟ حقيقة وزارة النفط متمثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية هي توزيع بغداد، كانت سباقة تفعيل زين للدفع الالكتروني لبوست بالمنافذ الحكوميه. وهاي التجربه كانت اعتيادي بالبدايه، تلاقي صعوبه من المواطن، تجربه جديده، المواطن ما متعلم انه على هاي التجربه، ولكن الحمد لله يعني خلال الايام السابقه يعني الحمد لله وشكر المواطن بدا يتثقف بهاي الثقافه، الدفع الالكتروني شافها تجربه ناجحه وسهله بالنسبه له. والحمد لله والشكر يعني من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. وبالتالي اليوم السؤال دائما لما نسأل لبعض السائقين بكل تأكيد يقول لك أنا لما أدخل للمحطة راح يكون أكو عامل من الممكن راح أنه يكون مشرف على التعبئة، أو كيف الآلية راح تكون؟ طبعا جميع العمال بدون استثناء تم إدخالهم دورات من قبل كوادر الشركات الدفع البوز، والحمد لله والشكر يعني ماكو شفنا يعني فد موقف انه مثلا عامل ما عرف يتعامل بأجهزة الدفع او مواطن اشتكى من هاي الحالة، يعني الحمد لله والشكر سلسل امور وماشية يعني. نظرتكم او من الممكن هل هي مبادرة ناجحة راح تضيف الى المستوى العراقي، بالتالي تكون ثقافة منتشرة، وراح نحاكي ممكن ثقافات موجودة وايضا تقدم موجود بالدول المجاورة، هتكون اضافة او لا؟ بالتأكيد طبعا هاي التجربه هي كل دول العالم موجوده زين، انه تنفذت من سنوات يعني سابقه يعني كثيره. احنا حقيقه رغم انه هي تجربه جديده بالعراق، لكن اشوف انه نسبه الاقبال عليها، نسبه النجاح بها يعني جيده جدا نقدر نقول، قياسا للفتره اللي طبقت بها، واستنادا تعليمات دوله رئيس الوزراء انه يكون منتصف هذه السنه يعني زيرو كاش، لازم يكون مؤسسات الدوله كافه. والحمد لله احنا ماشيين بخطوات متسارعة جدا، ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله. اليوم حقيقة الفرد العراقي ما متعود على انه الدفع الالكتروني، اكو بعض المخاوف تكون بسبب انه ما عنده ثقة بالاجهزة اللي موجودة، فاحنا كيف ممكن نزرع الثقة عند المواطن في سبيل انه فلوسك محفوظة وايضا اللي راح تدفعه هو محفوظ؟ بالتأكيد اول شيء من خلال اجهزة الدفع البوس الالكتروني راح يطلع لك شريط، يعني هذا الشريط هو ممكن انه انت تعرف ايش قد تم استقطاع من عندك المبلغ اللي استقطعه، وتجيك رساله على الموبايل زين هم بالمبلغ اللي تم استقطاعه. بعض المواطنين ممكن انه ما يمتلك بطاقه دفع الالكتروني، بالنسبه للشركات راح تفتح اكشاك داخل المنافذ تسهل اجراءات صرف هاي البطاقات للمواطنين، ومجانية يكون هذا الشيء يعني بدون مقابل. يعني بالتالي حسب وجهة نظر مهندس سمير انه هذه اضافة حقيقية، وراح ممكن تقلل من نسبة انه التعامل مع العامل في سبيلك اختلافات على بعض الزيادة والنقصان، راح تحل مشاكل؟ بالتأكيد بالتأكيد طبعا، هذا لان هو المواطن راح يشوف من خلال الشاشة ايش قد قرة المضخة، ايش قد العداد مالتها الكمية، والمبلغ ايش قد، وبالمقابل انه راح نفس المبلغ اللي موجود على الشاشة مال مضخة التجهيز هو راح ينحسب على اجهزة البوست. يعني طبعا انا بهذا الموضوع كذلك، تعرف بحكم عندنا سيارات
مثلا تماس مع محطاتك، والبعض يقول لك هم كانوا ياخذون يمنا زياده بعض العمال، ممكن هسه راح تاخذ الدوله من يمنا، هو راح يفيده لو ما راح يفيده؟ حقيقه ماكو اي زياده بالموضوع، ماكو اي كوميشن بخصوص انه مثلا العمولات اللي راح تستقطع من المواطن، يعني اي عموله حاليا ما تستقطع من المواطن، نفس المبلغ اللي موجود بالمضخه هو راح يندق باجهزه البوس. مهندس سمير شكرا جزيلا لك، مدير توزيع الرصافه نورتنا. حياك الله استاذ، شكرا جزيلا. نعم اعزائي المشاهدين، شاهدنا هذه المعلومات حول الدفع الالكتروني، اليوم الدفع الالكتروني حقيقه مهم جدا انه نحاكي بعض الدول المجاوره في سبيل انه احنا نتطور اكثر. اليوم لابد ما الدفع الالكتروني تصير عندنا ثقه به، شاهدنا بعض الحملات الاعلانيه اللي تكون في سبيل تعزيز الثقه بالدفع الالكتروني، نعرف احنا كثير من الشعب العراقي ما عنده هذه الثقه، لكن ان شاء الله مع الوقت ومع الاعلانات ومع تفهيم الناس بشكل اكبر ان شاء الله راح نوصل الى نقطه جيده جدا. هذا ما لدي الان مشاهدينا الكرام، عوده الى استوديو البث المباشر. شكرا لك علي، واكيد شكرا للمصور ايهاب، واكيد للمهندس اللي كان معك ضيف يعني مباشر من محطه بنزين خانه الحريه. فعلا هذا الموضوع جدا مهم، وللتوضيح انه ماكو شيء اسمه زياده تروح للدوله او الدوله تستفاد من عنده، بالعكس فعلا اني مرتين انفوله عن طريق الماستر، وبالتالي انه انت اليوم يعني اكو فد شيء انه انت ايش قد فولت، ايش قد المبلغ، يعني راح ينوخذ نفسه وراح ينسحب نفسه، وبالتالي ماكو ربع زايد راح تروح ببطن الدوله على قولة بعض المواطنين. اكيد تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع راح اتحدث مع ضيفنا داخل الاستوديو. استاذ رافد حياك الله، انت من اهل الدار بعد. حياكم الله. شلونك؟ حياكم الله. الله يخليك، الله يسلمك. احنا اليوم نتحدث عن موضوع جدا مهم، وكونك انت اليوم مسؤول شعبه الاعلام بشركه توزيع المنتجات النفطيه استاذ رافد صادق، موضوع الدفع الالكتروني. نعم. بعض من عندهم ضاج والبعض الاخر فرح، احنا نعرف من الضاج ومن الفرح. خلينا نعرف تفاصيل هذا الموضوع. شكرا جزيلا استاذ امنه، تحيه اليك ومشاهدي برنامج الفرات ومشاهدي قناه الفرات، لكل العاملين في هذه القناه العزيزه حياكم الله. بدايه الحديث عن الدفع الالكتروني هو حديث عن توجه حكومي بالدرجه الاساسيه. إذا عدنا إلى الجلسة الأولى لمجلس الوزراء مع تشكيل حكومة السيد السوداني، كان من ضمن برامج هذه الحكومة هو الانتقال من الحالة الورقية إلى حالة الأتمتة في كل القطاعات الحكومية، باعتبار أن وزارة النفط هي من أكثر الوزارات الفاعلة في الحكومة، وقطاع التوزيع هو من أكثر القطاعات داخل هذه الوزارة تماسا مباشر مع المواطن. يعني كما هو معلوم وزارة النفط هي وزارة قطاعات، قطاع التصفية، قطاع الاستخراج، وقطاع الغاز، وقطاع التوزيع. القطاعات الثلاثة الباقية يعني تكاد تخلو من التماس المباشر مع المواطن، يعني لا توجد موازعات للمواطن مع هذه القطاعات، بينما قطاع التوزيع ربما يكون هو أكثر قطاع حكومي في تماس مباشر مع المواطن، وتماس أيضا كما عرفت أنه هذا الموضوع مو فقط يخص المواطن وإنما يخص حتى يعني خلينا نقول مشاريع كبيرة جدا. نأتي إلى تفصيلاتها. بداية العام الماضي بدأ الحديث يكون بصوت عالي في موضوعة الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود. طبعا حديث بهذا المستوى أكيد يعني تشوبه الكثير من الاعتراضات والملاحظات، لكن كان التوقيت هو 1 حزيران 2023. نعم. العام الماضي هو ادخال خدمة الدفع الالكتروني الى محطات تعبئة الوقود. جيد. بالتعاون مع البنك المركزي ومع بوابات النفاذ او شركات التحويل المالي الالكتروني المعتمدة داخل البنك المركزي. جيد. تسارعت الخطوات، بدأت تصاعد شيئا فشيئا الى ان ادخلنا هذه الخدمة بداية نيسان الماضي، يعني 1 نيسان تم انتخاب مجموعة من المحطات في جانبي الكرخ والرصافة على الأعداد، يعني عدد أصابع الكف في اليد الواحدة، 4 في الرصافة و4 في الكرخ، ودخلت خدمة الدفع الإلكتروني. بإمكان المواطن أن يتزود عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني. التعاطي بالبداية كان على استحياء كحالنا في التعاطي مع أي قضية. ليش؟ احنا في بداية اي موضوع يكون هذه حالة الصد والجفاء مع اي قضية جديدة، يعني الدفع الالكتروني مو استثناء عن الموبايل مثلا اول ما دخل،
مو استثناء عن الساتلايت نفسه وقنوات الفضائية. احنا الساتلايت والتليفون كنا احنا نركض احنا نركض يعني وناخذها من دون استحياء. في بداية الامر في بداية الامر ايضا كان اكو توجس من هذه القضايا الالكترونية شيئا فشيئا، الان تعودنا عليها تدريجيا. انتقلنا من مرحلة التعامل مع المواطن الى القطاعات المرتبطة بشركة توزيع المنتجات النفطية. يعني مثلا احنا عندنا المحطات الاهلية، المحطات المشيدة. هذه وكلاء هذه المحطات يستلمون المنتجات النفطية من شركة توزيع المنتجات النفطية وهم وكلاء لبيع هذه المشتقات النفطية. كان التعامل ورقي، تعرفين احنا نتحدث عن 120 مليون لتر ينباع باليوم مثلا من مختلف انواع المشتقات النفطية. فش يتبعها من تبعات إدارية ومالية وأمنية وقانونية وحركة ورقية مصاحبة لكل هذه المبالغ. فكانت الإحاطات الأهلية جنط مبالغ ضخمة وحركتها صعبة، وأيام الجمعة والسبت مصارف ماكو وسفتجة وسكوت حلو قاعد بالهول ويشرحها مباشرة عن طريق التطبيق. الآن صاحب المحطة عند ما يستلم الأقيام يروح إلى المستودع، أي مستودع يستلم من عنده. جيد. أكو جهاز قال هو عنده بطاقته، ينسحب المبلغ، زقد عليه مثلا مبلغ، ينسحب من حساب صاحب المحطة إلى حساب شركة توزيع المنتجات النفطية. إجا إشعار لشركة توزيع المنتجات النفطية أنه نزل بحساب هذا المبلغ، وجا إشعار لصاحب المحطة أنه تم خصم هذا المبلغ من رصيدك من رصيدك. إحنا في العراق متأخرين جدا بهذه الخدمة. يعني هذه الخدمة احنا نتحدث عن 20 سنة، ممكن أكثر من 20 سنة، مو في دول العالم، صح، في دول الجوار، صح، الكل مسافر وشايف، الكل رايح، يعني اللي رايح الإيراني، اللي رايح التركي، اللي رايح الأردن، اللي رايح السوريا، اللي رايح لبنان، وشايف التعامل الإلكتروني كيف يكون شكد سلس. أنا أريد أشير إلى نقطة كمتابعين، يعني كيف بحكم مهنتنا الإعلام والصحافة دائما نشوف أكو تقارير تتحدث عن أنه بغداد أسوأ عاصمة للعيش، المنظمة الفلانية صنفت بغداد أسوأ عاصمة للعيش. مرة من المرات يعني خليت بالي ويا المعايير اللي تعتمد في هذه التصنيف، خلي أشوف شنو المعيار اللي يخلي بغداد مثلا دون القاهرة، أو يخلي بغداد مثلا دون عمان أو باقي العواصم الجوار مثلا. يعني إذا كانت الازدحام فكل عواصم العالم هي بها ازدحامات، ازدحام القاهرة يجوز ضعف دبي، بها ازدحام ما لا يقل عن بغداد. فعلا شفت واحدة من المعايير اللي يعتمدوها هو التعامل الالكتروني داخل هذه البلد. اللي يمشي بهذه العاصمة يشيل فلوس بجيبه لو يعتمد على بطاقات الدفع الالكتروني. حلو. هي المعايير يعني خارج حساباتنا، لكن هي تصنيفات لمستويات المدن، لمستويات العيش داخل هذه المدن. فاللي أريد أقول إحنا جدا متأخرين في هذا الموضوع، واللي لمسته في قضية الدفع الإلكتروني أنه أغلب زملائنا الإعلاميين متفاعلين جدا مع هذه القضية، وتحولت الكثير من البرامج من ضمنها قناة الفرات العزيزة، وكثير من زملائنا في برامجهم في باقي الفضائيات تحولوا إلى منصات للتثقيف في قضية الدفع الإلكتروني. حلو. إحنا اليوم نتحدث عن شيء بتعامل سلس. ذكرت انه انت اليوم بدل ما يعني خلينا نقول تحمل صناديق او يعني جنط كبيره محمله بكذا مبلغ، انت تحمل اليوم كارت، وهذا هذا هذا الماستر او هذا الكارت ما حد يقدر يعني خلينا نقول انه ياخذ خصوصيه هذا الكارت غيرك انت، يعني الباسورد عندك انت، وبالتالي اكفت خصوصيه اكفت ضمان لك. انا اليوم اكو تخوف من البعض اللي ذكره انه اخاف ربع زايد يروح البطن الدولة، نحكي أهلتي. هذا الشيء ماكو، أنا متعاملة به، بس اليوم البعض اللي ما متعامل بهذا الموضوع وعنده تخوف، شو بنتوجه له اليوم رسالة؟ طبعاً قضية الدفع الإلكتروني هي جزء من معايير الشفافية المعتمدة، يعني جزء من اشتراطات الشفافية في البلد. نعم. إنه التعاملات الإلكترونية أكيد أكو مستوى عالي من الوضوح في حركة المال وحركة التجارة في أي بلد، وليس العراق ليس استثناءً في هذا الموضوع. الدفع الإلكتروني هو ضمانة لحق المواطن بالدرجة الأساس، ولحق المؤسسات الدولة المتمثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية. الأرقام اللي موجودة على مضخات الوقود هي نفسها الأرقام اللي راح تكتب بأجهزة الدفع الإلكتروني. جيد. هي اليوم موجودة هذه الأجهزة كليتها؟
نعم. على المضخات كلها؟ نعم، الآن احنا نتحدث عن الإعمام هذه أنا لا أتحدث عن إطلاق التجربة مثل ما بينت لك، احنا من العام الماضي احنا الآن في طور إعمام تجربة الدفع الإلكتروني في بغداد وعموم المحافظات، المحافظات الـ 15 الآن الدفع الإلكتروني، أجهزة الدفع الإلكتروني متوفرة في عموم المحافظات. جيد، أنا اليوم ممكن أستخدمها لو إلا الشخص الموجود على المضخة، يعني اللي احنا نسميه البوزرتشي، يعني أنا اليوم أقدر أنه أنا أستخدم هذا الجهاز بدون ما أنه الشخص المسؤول عن هذه المضخة هو يعني خلينا نقول أنه يدخل البطاقة ويستقطع المبلغ المعين؟ نعم، البطاقة هو هذا الجهاز البي او اس، هو جهاز مهمته قراءة البطاقة وتحويل الأموال من حساب إلى حساب. جيد. حالياً الشركات الدفع الإلكتروني المتعاقد معها مع شركة توزيع المنتجات النفطية بالتعاون مع البنك المركزي ملزمة بوضع موظفين داخل هذه محطات تعبئة الوقود إلى أن تبدي قضية ممارسة الدفع الإلكتروني تصير بطريقة انسيابية. يعني قصدك أن البعض فقط يراقب، خاف الجهاز مثلاً يتعطل، جهاز مثلاً أكو بطاقة بها إشكالية، أكو مشكلة بالإنترنت، مهمة صاحب هذه الموظف الشركة المعتمدة المتعاقد معها تسهيل بعض هذه الإجراءات. أما جهاز الدفع البي او اس فهو يتم عن طريق مجهز الوقود، لكن ما يتم بالخفاء، يعني القضية علناً راح تكون بحضور صاحب السيارة والمبلغ نفسه هو راح يندفع. وأيضاً بينها أستاذ سمير في يعني في اللقاء مع الأستاذ علي أنه راح تزود بشريط. هذا الشريط شنو اللي بيه؟ بي اولا انت من اي محطه تزودت؟ انا هذا الشيء انا تزودت مثلا من ملعب الشعب. فراح يكتب لي الشريط انه انت تزودت من ملعب الشعب. رقم الجهاز هذا بي سيريال نمبر موجود على الشريط. وقت التجهيز ساعة 9 الصبح 9 بالليل، عدد اللترات المبلغ المدفوع، العمولة مثلا موجود، العمولة مكتوب امامها صفر. حلو. الآن إذا أنا عندي مثلا صارت عندي إشكالية، تزودت بالوقود صارت عندي إشكالية مع صاحب المحطة أو مع مجهز الوقود، هذا الشيت هو ضمانة إلي، لأن أيضا هو نفس النسخة تكون عند مجهز الوقود وأيضا يقدمها وبحساباته، هذا من يسدد حساباته لكاتب المحطة يسدد هذه الوصولات. جيد. فالقضية راح تكون بمستوى عالي من الوضوح، أيضا ما يشوبها أي غموض. موضوع العمولة ماكو. العمولة صفر. صفر. والباحة يعني أتحدث باحة ممكن ننقل خبر عن رئيس الوزراء الآن أتحدث باسمه في اجتماع في قضية الدفع الإلكتروني. نعم. والبيان يعني كان واضح وتناولتي أعتقد في مقدمة تسألتي. نعم. أنه لا تكون هناك عمولة في موضوع التحويلات الإلكترونية. جيد، ذكرت أنه هذني الأجهزة تحتاج إلى تزود بالإنترنت، إحنا نعرف أنه ذكرنا أنه يعني شوي عندنا تراجع موضوع الانترنت لحد الان، يعني خلينا نقول ما بينه وبين، كيف ممكن اليوم اضبط يعني وجود انترنت عالي السرعه لهذه الاجهزه؟ على مود انه انت اليوم تسهل لي الموضوع، انا اليوم فولت السياره البنزين وعمليه الدفع على مود تكون سهله وسلسه بنفس الوقت بوجود سرعه انترنت او فائق يعني انترنت فائق السرعه لهذه الاجهزه. طبعا احنا في قضية الفائق السرعة الجهاز لا يحتاج الى انترنت فائق السرعة، لان هو استخدامه يشبه استخدام الموبايل، يعني يحتاج انترنت يعني بسعة موبايل، هو يحمل سيم كارت. جاي. يعني شأن الموبايل. هذا الجهاز البي او اس سيم كارت، وهذا السيم كارت مرتبط مثل اي اجهزتنا الان، كنا عندنا ال 3G وال 4G، فهو اداء جهاز موبايل يعني لا اكثر ولا اقل. فالانترنت الان متوفر يعني في اكثر من محطات، وعاده المحطات يعني تعبئه الوقود تكون في اماكن حيويه وتواجد بها الانترنت. جيد. احنا اليوم نتحدث عن البنزينخانات او محطات الوقود الحكوميه الاهليه بنفس خلينا نقول بنفس الهيكليه، ايضا موجود عمليه الدفع الالكتروني موجوده حاليا لو فقط الحكومي. احنا نتحدث عن محطات الاهليه، نتحدث عن حاله خاصه، المحطات الاهليه من الناحيه الوصف القانوني هم وكلاء لبيع المنتجات النفطيه، المنتجات النفطيه اذا كانت في المحطه الحكوميه او في المحطه الاهليه فهي ملك للدوله. جيد. وما يمثل ما تمثل الدوله من عنوان في وزاره النفط وشركه توزيع المنتجات النفطيه، هو وكيل لبيع المنتجات النفطيه، بالتالي يخضع لكل السياقات اللي تخضع لها
المحطة الحكومية أو كل السياقات اللي تفرضها آلية التعامل ما بين شركة توزيع المنتجات النفطية وصاحب المحطة. زين، إيش وقت ممكن تكون هذا الموضوع معمم في كل المحطات وفي كل المحافظات؟ مثل ما بينت لك احنا الان نتحدث عن كل المحافظات ال 15. نعم. اللي هي يعني اماكن او محافظات اللي فيها حاكميه لشركه توزيع المنتجات النفطيه في تسويق المشتقات النفطيه. نعم. الان كل المحافظات، بغداد، احنا انطلقنا من بغداد الى المحافظات الاخرى. ويعني في اليومين الماضيين يعني نزلنا تقرير عن تناولت الكثير من وسائل الاعلام من ضمنها قناه الفرات، وكاله الفرات، زملائنا بوكالة الفرات، انه انا مثلا سويت احصائيه، احنا اول ما بدينا بالدفع الالكتروني ايش قد كانت مبيعاتنا بالدفع الالكتروني، ايش قد انتهت السنه في نيسان مثلا كانت المبيعات عن طريق بلشتوا من 1 حزيران، 1 نيسان كان السقف مالتنا 1 حزيران، احنا استبقنا هذا السقف بشهرين. حلو. 1 نيسان، يعني من 1 نيسان الى نهايه السنه الى يوم 31/12. نعم. ايش قد كانت؟ انتو كان عندكم في احصائيه معينه خليها في بالكم؟ نعم، احنا الاداء كان تصاعدي، احنا كنا نراهن على هذا الاداء التصاعدي. زين. ما نعتقد في يوم من اول يوم راح يدخل الدفع الالكتروني، راح الكل يتزود الوقود عن دفع الالكتروني. راح يكون الاداء تصاعدي وتراكمي. زين. وهذا نعتقد كنا في محله في قضيه فشهر نيسان مثلا كانت المبيعات اجمالي الدفع الالكتروني 40 مليون دينار يعني عن طريق الدفع الالكتروني. وصلنا الى تصاعد، الارقام تصاعد. ايش قد وصلنا؟ يعني مثلا شهر تشرين الثاني اللي هو شهر 11 الارقام وصلت الى 370 مليون. ممكن شهر لان ما عندي توتل بس اي نعم فقط الايام ممكن يوصل الى 600 مليون شهر كانون الثاني، الكانون الاول عفوا من العام الماضي. ونعتقد انه كانون الثاني راح يكون اعلى من الاول، واشباط راح يكون اعلى من الثاني، تمهيدا لدخول هذه الخدمه بشكل عام الى 1/4. يعني الربع الاول راح يكون هو فتره التجربه، لا فتره التجربه والتعرف على هذه الخدمه. احنا كان الرقم عندنا او التاريخ هو 1/1، لكن استطلاعات الرأي اللي صارت، المناشدات اللي تجينا عن طريق مثلا منصاتنا، شو كان طبيعة المناشدات؟ انهم احنا ما زلنا بعدنا الى الحد الان ما مسويين بطايق ما اعرف ايش، فكانت الفكرة احنا مو قضية انه احراج المواطن، احراج المواطن وانما عملية مساعدة قدر المواطن. تقديم خدمة للمواطن بطريقة افضل عن طريق الدفع الالكتروني. زين، اكو شغلتين. بدايه الامر عمليه ترغيب المواطن باستخدام الدفع الالكتروني داخل اي محطه تعبئه وقود، انه اجت رسائل عن طريق الاس ام اس انه اذا تم تعبئه السياره بالوقود مرتين بالاسبوع راح ترجع لك 10%. عندكم علم بهذا الموضوع؟ نعم، هذه ترجع لك 10%. زين، نحكي ال 10% ما رجعت، وين الخلل بالموضوع؟ هاي بعض شركات اللي قلت لك احنا اكو فد ملف وسطي، هاي شركات النفاذ او شركات التحويل الالكتروني، هي حلقه يعني وسطى ما بين شركه توزيع المنتجات النفطيه ما بين المصارف. جيد. فهذه الشركات ايضا تتنافس فيما بينها. زين. يعني تدرين احنا مثلا عندنا مجموعه محطات في داخل بغداد، يعني ما محتكره لشركه واحده، محتكره لعده شركات تعمل في هذا المجال، فهذا من باب التنافس فيما بينهم. لكن يعني يكون هذا الامتيازات، التنافس فعلا انه ينطف الدافع قوي اليوم وواعز قوي اليوم للمواطن. يعني شايف انه انت اليوم من تفول السياره مرتين بالاسبوع عن طريق الماستر كارد على امل انه يوم الاحد يرجع لك 10% من شايف من تجيك. هي بالمناسبة ترى 10% مو فت قيمة، لكن هي عملية دفع المواطن لاستخدام طريقة دفع مميزة جدا. طيب. هاي تنطي اليوم فت خلينا نقول قطع خيبة أمل. من خلال برنامج خلينا نوضح فت قضية. حلو. يعني قد نخرج عن سياق اللي هي الموضوع. احنا في قضية الدفع الالكتروني القضية يعني من خلالش إلى كل المواطنين، ترى ما واقفة على محطات تعبئة الوقود. محطات تعبئة الوقود. احنا نتحدث عن توجه حكومي.
هذه يعني البطاقة الإلكترونية راح تحتاجها بالأسواق، راح تحتاجها بالصيدليات، راح تحتاجها بتعاملك مع الدولة. يعني أنت مثلا عندك ضريبة تدفعها، بعد ماكو ضريبة تدفعها عن طريق الصك أو عن طريق النقد وتفتح فيشة من هذه الإجراءات. عندك تعامل ممكن يعني الخدمات القادمة ممكن مثلا جاب الكهرباء جاب الماء أيضا يتحول إلى حلو. فأنت محتاجها في حياتك، حلو. محتاجها في كل مراحل حياتك في المرحلة القادمة باعتبار توجهكم. بما أنه أنت فتحت هذا الموضوع، يعني أكو فد أيضا موضوع ثاني، يعني صح إحنا شوية رح نخرج، مو نخرج عن إطار، لا هو بنفس موضوع الدفع الإلكتروني. في كل بلدان العالم عملية الدفع الإلكتروني، يعني مثلا أنت اليوم من بدأت عملية الرواتب تكون عن طريق الماستر موجودة أو عن طريق البطاقة الإلكترونية. هنا من عملية السحب أكو فج عمولة، هذه العمولة يعني ما موجودة في كل بلدان العالم. العمولة اللي يعني بصراحة تأذي المواطن، لأن من يجي يأخذها من شركات الصيرفة فرق من أنه هو يأخذها اليوم من داخل المصرف. فأنت اليوم حتى المتقاعدين أنت تروح تشوفهم يوم الدفع أو دفع الراتب يروح للمصرف يقول لك المصرف ما يأخذ من عندي عمولة، أو قد يأخذ نسبة العمولة عندي قليلة جدا بمقدار 2000 إلى 3000 دينار، عكس اللي يأخذها من عندي المكاتب اللي هي توصل 6000 دينار 7000 دينار، وهذه أيضا شوية تنطي يعني فد ردة فعل سيئة عندك. نعم، انتشار الدفع الإلكتروني وانتشار ثقافة الدفع الإلكتروني راح يخلق حالة من التنافس داخل هذه الشركات وداخل هذه المصارف. فهو إذا مصرف واحد محتكر لهذه القضية فمن حقه يعني ينتج شيء ويدفع ياخذ 6000 ياخذ 7000، بس إذا كانت 10 مصارف يتنافسون فيما بينهم تكاد العمولة تكون متلاشية. فالفكرة هي كل ما احنا تمارسنا الدفع الإلكتروني، ثقافة تحلينا بثقافة الدفع الإلكتروني، كل ما حصلنا على امتيازات أكثر من ضمنها اللي النقطة اللي أشرت لها حضرتك في بداية حديثك. اليوم أنا مو موظف، ممكن أنه أنا تصدر لي بطاقة ماستر أو كي كارد أو فيزا كارد أعبي بيها مثلا. أنا عندي جزء يعني خلينا عملنا احنا اليوم يعني تستلم رواتبك باليد مو عن طريق الماستر، وبالتالي ممكن انه انا تصدر لي بطاقه اتعامل بها داخل المحطات او تكون على ذكر موضوع البطاقات، يعني اكو بطاقه مثلا مخصصه فقط لدفع الوقود، بطاقه خاصه داخل المتجر، او لا هي بطاقه واحده وتتعامل وياها. لا احنا نتحدث عن البطاقه، اكو خلط يصير ما بين الفهم، انه احنا نتحدث عن البطاقه الالكترونيه كانما نتحدث عن بطاقه وقوديه. احنا ما نتحدث عن بطاقه وقود، نتحدث عن بطاقه الكترونيه بغض النظر عن مسماها، عن الشركة اللي عن الشركة وعن المصرف. خلينا نتحدث عن ماستر كارد كي كارد فيزا كارد أي اسم. نعم. أي اسم ثاني. المهم هذه البطاقة تعمل فاعلة، لأن البطاقات أيضا بها إكسباير، نعم، يعني فترة تستبدل حالها حال أي باجي يعني أو أي قضية ثانية، وتحمل رصيد. أي بطاقة تحمل هذه المواصفات هي صالحة للتزود بالوقود في محطات تعبئة الوقود، وأي اي اي تعامل تجاري الكتروني اخر. جاي. مو بس تعبئه الوقود. كيف ممكن اصدر؟ من هو المواطن؟ اولا من المواطن الشريحه المستهدفه، احنا نستهدف المواطن. حلو. اذا تحدثنا عن 4 مليون 5 مليون موظف، احصاءات الرسميه على ايش قد متقاعدين، 1.5 مليون متقاعد، ايش قد منتسبي حشد، ايش قد منتسبي رعايه اجتماعيه. جاي. ايش قد مثلا زملائنا الصحفيين ايضا عندهم اللي يعملون بالقطاع الخاص ايضا عندهم كيكات تنزل المنح وما اعرف ايش. اذا البطاقه متوفره بطريقه او باخرى عند الشريحه الاغلب من الموظفين او المواطنين. بامكانك تروح لاي مصرف خدمه يعني بعض المصارف. لا. ما اريد نسوي ترويج، بعض المصارف يجيب لك البطاقه للبيت. يعني مو قلت ليش صار بيها تنافس؟ كل ما يعني اتسعت آلية التعامل الإلكتروني كل ما زادت حالة التنافس وحصلت على أفضل فرص. فبإمكان أي أحد إنه يحصل على هذه البطاقة أونلاين، يعني مصرف الرافدين مصرف حكومي أونلاين الخدمة مالته. ممكن إنه أنا تفتح الرابط مالتك وتاخذ لك صورة حية وياخذ صورة للبطاقة الموحدة وبطاقة السكن وتخلي موبايلك أنت بيها وتخلي عنوانك. تجيك هذه البطاقة توصيل، يعني ماكو أكثر من هذا الدلالة. ماكو أكثر من هذا الدلالة طبعا أكيد، والدلالة كثير يعني حلو.
من انت تكون اموالك اليوم ببطاقه صغيره جدا تتعامل بها بكل اريحيه وبكل سلاسه داخل المطعم، بالسوبر ماركت، بمحطه التعبئه، وهذا الشيء يعني خلينا نقول انه شيء كلش حلو، شيء كلش جميل. وبالمناسبه اتوقع انه حتى هذه البطاقه تقدر تستخدمها خارج العراق تستخدمها. ايضا تذكرين بطوله خليجي 25 الجماهير اللي اجت من الخليج؟ انا تابعت اكثر يعني تعليقاتهم، هذه بعض البرامج اللي يعني ينطي المايك ويخلي يتحدث صوتك له، كثير من البرامج من ضمنها قناه، شفت ان الكثير من الزائرين اللي اجوا اشكلوا على غياب الدفع الالكتروني بالعراق. يعني هم متعودين انه يشيل بطاقه ويسافر هو، صح، وين ما يروح، فهذا يضطر انه لازم يجيب دولار ويحول. فواحده من الاشكاليات اللي حكوها يعني كان متفاجئين انه ما زال اكو بلد الى الان ما يتعامل بالدفع الالكتروني. لكن تعالوا اليوم شوفونا. هي ايضا يعني اول الف ميل تبدا بخطوه، والسلم نصعده بايه بايه، ما نقفز للسلم الاخير او البايه الاخيره من اول خطوه. أكيد. شيئا فشيئا يعني تدخل ان شاء الله. كل الشكر تقدير لك استاذ رافد صادق، شكرا جزيلا لك لحضورك اليوم ببرنامج الفرات داركم، تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم جدا. واكيد تحياتنا لكل العاملين بوزاره النفط، كانوا ايضا متعاونين بهذا الموضوع، وايضا كانوا سعداء انه قال انه هذا الموضوع كلش مهم وعلى الاعلام انه يتناول بشكل تفصيلي. فبالتالي احنا تحياتنا لكم وشكرنا لكم ايضا. شكرا جزيلا استاذ امنه، شكرا لك ولزملائنا في قناه الفرات ولكل مشاهدي برنامج هذا الجميل والرائع. شكرا جزيلا لك. اكيد اشكر زملائي اللي كانوا باحدى محطات تعبئه الوقود في بغداد. ما راح نختم الحلقه اكيد لا، عندنا فاصل قصير يتحدث عن مهرجان اقيم في كربلاء المقدسه، خلينا نتابع بعد، اكيد نرجع لكم، خليكم معنا. ومن مشاركة قسم الرعاية وتنمية الطفولة، مسابقة الصديقة الكبرى هي عبارة عن مسابقة للأطفال من الأعمار على فئتين المسابقة، من 6 إلى 9 سنوات ومن 10 إلى 13 سنة. طبعا لكل فئة هي لها أسئلتها، محور الأسئلة يتحدث عن حياة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام. تم إصدار خاص بهذه المسابقة ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم استيحاء الأسئلة من خلال نفس الإصدار. زهراء عليه السلام للبنات هي واحدة من المؤسسات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وهي مشاركة في مهرجان كوثر العصمة الدولي بنسخته الثالثة. اشتركت هذه السنة الجامعة بعدد من الأعمال الفنية، ما يقارب 10 لوحات فنية، وتعتبر واحدة من الأكبر اللوحات المشاركة في هذا المعرض، هي اللوحة الخاصة بولادة السيدة الزهراء سلام الله عليها. وأيضا اشتركت بعدد ما يقارب 1250 نسخة من كتاب تخصصي السيدة الزهراء، وما يقارب 500 عنوان. هذه السنة كانت هي سنة مختلفة جدا بالمشاركة، وحوت الكثير من الأعمال الفنية وأيضا الكتب الخاصة بالسيدة الزهراء سلام الله عليها. إذن شكرا لزملائنا، وأكيد مثل هكذا متاحف فنية مهمة جدا. اليوم تتحدث عن فنون مثل فن الرسم اللي هو من الممكن يعبر لك عن كثير من الأمور، يعبر لك يعني أو ممكن يختصر لك مشاعر معينة أو قصة معينة من خلال رسمة أو كاريكاتير. خلينا نتابع الريبورتاج الخاص بموهبتنا هذا اليوم، بعد أكيد نرجع لكم، خليكم ويانا. أنا
بعد ما شاهدنا هذا الريبورتاج الخاص بموهبتنا هذا اليوم مهند عبادي، حياك الله ببرنامج الفرد داركم. الله يحييك. شكرا. مهند، انا قبل قليل تكلمت انه انت قلت يعني رسام محترف. نعم. الاحترافيه هل هي بالليفل ولا الاحترافيه خلينا نقول يعني بكثره الاوردرات؟ لا لا، مو بالليفل. الاحترافيه يعني شلون اكون محترف؟ تكون الحرفه مالتي اللي يكسب منها حسب نظري اللي يكسب. نعم. منها مال هي الرسم، اما الليفل انت ممكن اكو فنانين كبار طبعا. حلو. يعني اكو فد نوع من التواضع بهذا الموضوع، بالتالي يكون من يكون الفنان بهالنوع من التواضع دائما يبدع، يعني ما يشوف خلينا نقول عنده فد ليفل عالي او تعالي بهذا الموضوع. انت اليوم متوجه ل، احنا شاهدنا الرسوم خلينا نقول الشخصيات. نعم، بورتريت. جيد. واستخدمت الفحم اكثر من استخدامك للالوان، يعني هل هو ميولك اليوم ولا انت تشوف اللمسه او الاحترافيه بهذا الموضوع؟ بدايتي كانت هي الفحم، اما عن الالوان كثير من الاوردرات تجيني الوان زيتيه، الوان خشبيه، لكن حتى الصوره الفوتوغرافيه ليش كانت مميزه الابيض والاسود؟ لان اكو تفاصيل تخليك تركز عليها بينما الالوان تشتتك. حلو. نبقى بموضوع التفاصيل، وجه عن وجه يختلف. طبعا. بمعنى انه اكو وجوه من ترسمها انت تستمتع لكون بها تفاصيل جدا دقيقه، من تبرزها بالرسم او باستخدام الفحم انت تكون مميز. فعلا. بالتالي انت تختار يعني لك فد نوع من الاختيار بهذا الموضوع؟ سابقا كان لي نوع من الاختيار، لكن انا حاليا اشتغل على كل الخامات. على كل اي خامه بالرسم اشتغل عليها. جيد. اكو نوع من الخامات انت خلينا نقول متميز بها، تحتفظ هذا التميز بان تكون لك معرض خاص او عرضت بمعرض معين رسوماتك ولوحاتك؟ والله انا كنت اطمح، لكن حاليا انا ما متوجه للمعارض. كنت اطمح. يعني انت معارض لوحاتك بمعارض؟ ابدا. ليش؟ وين السبب؟ الفرصه. ما احنا اليوم نحتاج انه نبحث او نتعب على مود نستحصل هذه الفرصه. فعلا. بحثت؟ اكثر انسان بحث هو انا تقريبا. أوه. حسب نظري. حسب نظرك. نعم. زين، يعني انت اليوم ما عرفنا انت اختصاصك من ضمن الموهبه ولا بعيده كل البعد؟ ابدا. شو نوع الاختصاص؟ اختصاصي الدراسي؟ تربيه انجليزي. انا راح اقول ليش. انا من 2018 حاولت ادخل فنون جميله لكن معدلي كان 55. نعم. فقدمت على قناه الموهوبين ما صارت، قلت خلي ادخل مسائي بعد كم سنه اجمع قسط وادخل مسائي. لما جمعت القسط وجيت اريد اقدم مسائي قالوا قناه الموهوبين ما موجوده بالمسائي فقط بالصباحي، وانت عمرك يقبل المسائي والصباح ما يقبل. صارت مشكله يعني هاي. هاي تقبلها ما تقبل. قدمت كتاب الوزير التعليم العالي اكثر من جهه بما فيهم تحياتي للدكتور جبار جودي بنفسه اخذ الكتاب. نعم. لان باعتبار انا عضو نقابه فنانين. حلو. ما قبل، قالوا يعني احنا خفضنا وما تصير. قلت اوكي خل اقدم غير اختصاص. قدمت انجليزي، قبل لا اسجل بيوم اجاني شعار تم قبولك في الكليه الفلانيه الاهليه فنون جميله تقدر تروح تسجل بها. قلت لا، انا ما دام صار هيك بعد قبل ما اسجل رحت قدمت انجليزي. جيد. نعم. بس انت يعني صح يعني قدمت على الانجليزي. نعم. لكن بدا خلينا نقول الطموح بدا هنا يكبر بانه تكون موهبتك بالرسم تكون على ليفل عالي طبعًا. جدا. لكل رسام الى شخص يقتدي به او الى رسام يعني خلينا نقول تهوى عينه تكون اكو تغذيه بصريه وذهنيه. نعم. الى لان تحتاج انه انت اليوم تتابع بعض التقارير، تتابع بعض الرسامين حتى وان كان رسامين خلينا نقول على اطار يعني الجدد او حتى الاطار القديم. اطار محلي لو عالمي؟ از يو لايك. فاضل عباس. الاستاذ فاضل عباس. ليش؟ هو يرسم مشاهد الشارع اكثر شيء، حياه الناس. يعني لقطة من حاك المشاعر. نعم. لقطه من شنو اقول لك، يوم كامل تقريبا او اسبوع كامل لقطه هو يرسمها بتفاصيلها، شخصيات سواء على الرصيف او هواي هواي تفاصيل. برسوم كاريكاتيريه ولا بشخصيات حقيقيه؟ لا لا، شخصيات واقعيه، رسم واقعي. اها. نعم. وبالتالي هذا يعني خلينا نقول تغذيه بصريه طبعا. اساسيه اليوم طبعا لمهند. جربت انه انت خلينا نقول تحاكي الكاريكاتير؟
لا ابدا، مره واحده بحياتي. نجحت ولا لا؟ كمستوى اول نجحت طبعا، بس ما حبيتها يعني. ليش؟ ما اعرف، ما استهوي. هو بها نوع من السخريه وبها نوع من الرساله الاكبر من السخريه. هي كوميديا سوداء وليس سخريه، ما نقول سخريه طبعا. احنا اكيد احرار بالتعبير، لكن مو لهالدرجه. انا حسب نظري طبعا. اكيد طبعا. نعم. يعني انت ما استهوتك؟ لا ما حبيتها، انا ما حبيت التكنيك مالتها. اكو كثير من الرسامين يقول لك اني اتمنى انه اشارك بلوحة جدارية بمنطقة معينة أشاهدها، أقول أنه أنا يوم من الأيام راح أرسم على هذه الجدارية وراح أكتب اسمي وأوقع. نعم أكيد. أكو ببالك مكان معين؟ والله تطمح لي هذا الشيء؟ والله كان ببالي في منطقتي يعني. ومن؟ تبرعت أنا ديوانية قضاء المهناوية. نعم. تحياتنا لأهل الديوانية، تحياتنا عم ورحمة وصحة وعافية على قلبك يا رب. إن شاء الله الله يعافي إن شاء الله ويشافي. لكن ما حصلت الفرصة، أنا تبرعت بالعمل إيدي، قلت لهم بس المواد أريد موافقة، ما أجت موافقة، فقلت أوكي يعني الموضوع انتهى وتركت الموضوع. لكن جداريات أنا اشتغلت ويا منظمة الصحة العالمية إعلانات لهم، اشتغلت ما يقارب 4-5 محافظات. وين؟ ها بمحافظات؟ نعم نعم. شو كان طبيعة الرسومات اللي استخدمتها أنت؟ جداريات المنظمة كانت إعلان للقاحات روتينية، اشتغلت وياهم ما يقارب، موجودة حتى بالروبورتاج النهاردة. اشتغلت وياهم، موجودة فيديوهات طبعا موثقة. حلو. تقريبا 5 إعلانات جدارية ضخمة. أكبر لوحة رسمتها؟ 7×3. نعم. وحدك؟ طبعا وحدي، ما احب اشارك احد. ما تحب تشارك احد؟ لسبب من باب الحفاظ على الخصوصيه ولا لا 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 الدقه لا اكثر ولا اقل. الدقه لو اكو يعني عرضت على رسامين بس الوقت مالتهم ما توافقنا، لكن مو يعني شو مثل ما نقول انانيه من عندي، لا بالعكس ابدا ابدا لا ابدا. يعني اكو بعض الرسامين يقول لك انه انا احب تكون إيه فتخ يعني هذه الرسمه من يشوفها شخص يقول هاي تابعه لمهند، لان تحاكي احاسيس مهند او تحاكي افكار مهند. يعني كثير من الرسامين كما عنده فد فكر معين طبعا، كما عنده فد ايديولوجيه معينه اكيد، وبالتالي هذه يعبرها من خلال الفن او الرسم. نعم نعم صح، لكن هي اوردر، انا حتى ما راح اكتب اسمي عليها، مجرد وثقت فيديو وانا دارسمها من الصفر الى انتهت وانتهت فترتها. ايش كم اوردر تحقق بالشهر؟ تقريبا مو بالشهر يعني، احنا عندنا الاوردرات الشخصيه اللي هي هدايا وهيك شيء، يعني ما يقارب بالشهر مرات 3-4. تجيك مناسبات تحصل فد 7-8، لكن اكو اوردر 20,000 واكو اوردر 150,000. شنو الفرق؟ الفرق الحجم، حجم والخامه اللي تستخدمها. يعني انت تتحكم بالخامه ولا انت تعرضها على الزبون؟ لا هو يختارها، هو يدخل. شلون انا عندي على التواصل الاجتماعي مخلي امثله اللي راسم مثلا راسم حضرتك ربما سابقا كمثال. نعم. اي يدخل يقول اريد نفس هاي المواصفات، يبقى يختار الحجم، اقول له تكلف هالقد وهاي تكلف هالقد وهاي تكلف هالقد. حلو. نعم. اليوم لو شخص يريد يعني يطلب من عندك اوردر، عندك صفحه معينه على الفيسبوك. نعم. او على الانستغرام. نعم. شنو اسم الصفحه؟ مهند عبادي. مهند عبادي. نعم. بالانجليزي ولا بالعربي؟ بالعربي. بالعربي. بعد سوينا لك عمليه ترويج مجانيه. شكرا. انا بالمناسبه الفرات ترى فعلا بيتي، واسم البرنامج الفرات داركم. انا هذا ثاني لقاء بالفرات. هي الفرات دائما تحب الروح الشبابيه، ولاده للشبابي، هي ولاده للطموح الشبابي. وبالتالي مو لان انا اليوم لا 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 ابدا. شوف احنا اليوم اذا ما نستضيف الشاب وما احنا نسلط الاضواء عليه، احنا من نقول الاعلام سلطه رابعه. نعم. وبالتالي هي السلطه الاولى. اكيد. ما من الممكن اليوم تحقق نوع من التوازن، بمعنى انه اليوم كثير من الشباب اللي قد يكونوا مغيبين عن 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 الاعلام. اكيد. عندهم مواهب، عندهم قدرات، يعني كيف اليوم اعرض هذه المواهب واعرض هذه القدرات اذا ما ابحث انا اليوم عنهم؟ طبعا. اذا ما ادور ابحوش عنهم. نعم. وبالتالي اعرضهم بالشكل اللائق اللي يليق اليوم بشباب العراق. نعم اكيد. خلينا نتحدث عن ايهما افضل بالنسبه لك؟ يعني او كثة الطلبات بالفحم ولا بالالوان؟ بالفحم. بالفحم؟ نعم. زين، يعني دائما نقول انه باب النجار مخلع،
بيت مهند برسومات معينه تنطف الطابع مميز. يعني احنا اليوم النساء دائما امهات البيوت تحب انه اكفت لوحه مميزه مدخل البيت او اللوحه مميزه بغرفه الخطار او الهول، وبالتالي خلينا نقول فد نوع من الزينه. يعني بالمناسبه انا قاعد وحدي يعني نعم قاعد، هي غرفه ومشتمل يعني زين. بس انا عندي رسومات اكيد طبعا غرفتك بها رسومات هواي خصوصا زوجتي شيدين تحيا لك الله يساعدك متحملتك وريحه التربنتين ولا لا تذبت هواي بالمناسبه هي واقفه وياي طبعا شركة النجاح. شو تقول لي الهلال شركة النجاح؟ الهلال نصيب هذا الموضوع. شو اقول لها؟ ما يوفيها كلام يعني اكيد، شنو اقول لها؟ اقولها بيني وبينها. جيد؟ تحياتنا لها. الله يسلمك. وكل امرأة اليوم صالحة هي تكون عبارة عن سند طبعا وداعمة اليوم للزوج، ان كانت بمشروع معين او بموهبة معينة. طبعا. احنا نتمنى لك انه انت تحقق اهداف يعني تطمح لها بأن يكون معرض خاص باسمك أو تشارك بمعارض حتى وإن كانت هذه المعارض عامة داخل العراق أو خارج العراق، وموفق إن شاء الله بكل عمل تقدمه إن شاء الله مستقبلا. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا لك مهند عبادي، وأكيد شكرا لكل من تابع حلقتنا لهذا اليوم اللي كان موضوعها عن كيفية أو عملية الدفع الإلكتروني داخل المحطات، ولهذا الموضوع راح يكون بشكل أوسع حتى داخل السوبر ماركت أو حتى بأي مكان أنت اليوم إن كنت بالمطعم أو خارج العراق. شكرا لزملائنا اللي شاركونا أيضا علي سعد وزميلنا المصور إيهاب. الشكر موصول لكل من تابع حلقتنا هذا اليوم. نلتقي إن شاء الله يوم غد في أمان الله.